اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد وفي اخر استضافاتنا لليوم وفقره فن وابداع مع الفنان التشكيلي الرائع ليث كساب، حتى نتعرف معه على اهم رسوماته، كيف دخل هذا المجال، كيف حب انه يتطور، حتى نعرف اكثر. خلينا هو يحكي لنا اكثر عن حاله. ليث اهلا وسهلا فيك، نورنا. اهلا فيك، صبح عليك وصبح على الجميع. هذا المجال دخلت فيه من عمر 6 سنين تقريبا. نعم. عرفت نميت موهبتي لحالي من دون اي حدا، يعني من دون اي مساعده. عرفت كيف؟ كنت برسم، يعني بحاول ارسم اي شيء قدامي. مع الايام صار تطور معي الموهبه. نعم. لا حتى وصلنا يعني هالمستوى هذا الحمد لله. كيف كنت تطور حالك؟ مثلا انت فنان تشكيل، يعني ممكن عندك اكثر، مثلا ممكن ترسم، ممكن مثلا تقوم بتشكيل مثلا بعض التحاف والى اخره. وين وجدت حالك اكثر؟ وين بتشوف تدرجك؟ وين بلشت وين انتهيت؟ وين لسه مستمر؟ كيف بتطور من حالك؟ بس الفن هو مدارس. عرفت كيف؟ فحبيت المدرسه الواقعيه. يعني حسيت حالي فيها احسن من اي مدارس ثانيه. عرفت كيف؟ والحمد لله. يعني انت حتى بتدرج فنك من ضمن المدرسه الواقعيه. المدرسه الواقعيه، امراض سرياليه، يعني بشكل هيك وهيك. ولكن احيانا الفنان تتضارب عنده الافكار، يعني نظرا انه الفنان يعني هو انسان من ضمن مجتمع، فعم بيعيش مجتمعه مآسي، فافكارك يعني افكارك من وين تستوحيها؟ في رساله من خلال الرسومات، اللوحات اللي بتقدمها؟ اكيد بيكون في رساله بكل لوحه. يعني مثلا اللوحه هاي راح هاي سميتها ادم، رسمتها قبل ما ينولد ابني بيوم تقريبا. عرفت كيف؟ ففيها اكثر من فكره، والفكره يعني الكامله لها انه الطفل هو شمعه الحياه. صح، اكيد. هلا بنشوفها مع هلا الشباب، راح ياخذوا عليها زوم نشوف اكثر. لكن ليث يعني هو بيحكي عن المدارس، يعني انت نميت موهبتك، لانه لما يحكي لنا فنان تشكيلي بعمرك فيحكي عن المدارس وانه بيدرج فنه لمدارس، فاكيد بده يكون في دراسه، في صقل للموهبه بالدراسه. نميت موهبتك بالدراسه؟ نميت دورات؟ لا مش بالدراسه ولا بالدورات، عن طريق اليوتيوب وعن طريق يعني مشاهده رسامين ثانيين. عرفت كيف؟ فاكثر شيء نميتها بالمدرسه، كنت اهرب من الحصص، انا يعني بروح على استاذ الفن مشان اطلع على الادوات اللي بيستعملها، شو اللوحات اللي عنده، بتعمق يعني الافكار اللي بعملها، عرفت، بستدرج منها افكار ثانيه الي ولوحات الي. في بعض الاشخاص بقول لك انا ما بمتهن مهنه الفن او الفن التشكيلي او الرسم لانه دخله قليل، له مواسم معينه مش طول السنه. صحيح، مزبوط. انت من انو اشخاص؟ من انه لا بدي امتهنه، ولا لا لي شغل ثاني وبكمل بموهبتي؟ يعني لازم يكون في شغل ثاني، يعني دعم، لانه ما في اي دعم من الفنان الاردني يعني بشكل عام. عرفت كيف؟ لعنا خجول، بيستوي دعم. لا معنوي ولا مادي ولا من مره. يعني انت وشطارتك بالمجال هذا، يعني ممكن تعطي دورات، ممكن تكون يعني اسلوبك برسم البورتريه تعملي مثل هيك. نحن عم نشوف كثير فنانين تميزوا مثلا بالبورتريه، ناس تميزت بالطبيعه، يعني في ناس بتتميز بالرسومات، اذا بدنا نحكي اللا يعني رمزيه اللي مش مفهومه، يعني ممكن انا اطلع باللوحه اقعد تقريبا ساعتين صف مش حقدر افهم اللي هو التجريد. فكيف يعني انه انت بالنسبه لرسوماتك اي نوع بتفضل اكثر؟ انا حكيت لك بدمج الواقعي مع يعني الانطباع، يعني اكثر من مجال بحاول اعمل لوحه اكثر من مجال فيها. عرفتي؟ مشان اوصل للرساله تبعتي. بالالوان تستخدمها اكثر؟ بتميل لالوان مائيه زيتيه؟ بستعمل الالوان الزيتيه، بستعمل الالوان المائيه كمان، بستعمل جميع الادوات. طب احنا لما نحكي احيانا في ناس ما يعني بجوز مش متعمقين بالفن وبالرسم، لما نحكي الوان زيتيه الوان مائيه مثلا، كل واحدة تستخدم لنوع معين من الرسومات، يعني كيف نقدر انه نحدد استخدام الالوان الزيتيه لشو، لاي نوع من اللوحات، الالوان المائيه لاي نوع من اللوحات؟ الالوان الزيتيه بتستعمل للقماش الكانفس اللي هو مثل اللي قدامك هذا. عرفتي كيف؟ الرصاص معروف للورق الفبريانو او الكانسون. المائي كمان له ورق خاص. كل شيء له اشياء خاصه. عم نشوف العديد من اللوحات على الشاشه، تحدثنا عن هذه اللوحات. هاي لوحات بالطبيعه صامته، عرفتي، بتبين جماليه الاشياء. هاي بتعبر عن البراءه اللي بتكون مدموجه بين القطة والطفل. عرفتي كيف؟ تجمع بيناتهم. هاي انا فكرتها صورة. وانا فكرتها صورة. هاي كثير فكرتها صورة، يعني هاي كانت مثل ما بتحكي مرحلة انه تطور من مرحلة لمرحلة. هاي فيها 3D.
فيها 3 دي. ابداع هاي، مش 3 دي، هاي ابداع. هاي ابداع. لا ولكن انه ال 3 دي بكون اقرب ما يمكن الى الواقعيه، فانه الواقعية بتشعر انها مش صوره رسم. حسب الظل والنور اللي بكون موجود بالصوره كمان. هذه اللوحه الخيل، هاي الخيل نوع الكانفاس ولا على مخ؟ كانفاس على الالوان ذاتيه. هاي حلوه جدا الصوره. هاي بتحكي عن قصة طبعا عن الزواج المبكر، القاصرات عرفتها. فعملت ملامحها انه الملامح كبيرة مع جسم او جسد صغير طفلة، عرفتي كيف؟ هاي حلوة كثير. حلو جميل، يعني حتى عنده افكار كثيرة، يعني مش انه حاصر حاله بمكان معين. حسيته مع المرأة نوعا ما، نصير للمرأة ولا كيف؟ اكيد يعني المرأة هي اللي ملامحها بتعبر اكثر عن الرجل. صح. نتحدث عن هاي الصورة. هاي ليلى هادئة سميتها، هي طبيعة صامتة كمان. فلو بنتعمق بالفازة الصغيرة ففيها اثنين برقصوا، عرفتي انعكاس يعني الزجاجة. وهي اللوحة؟ هاي يعني ختيار. يعني اذا بتجيك فكرة ممكن انه موقف مثلا يلفت انتباهك بالشارع أكيد. او مثلا تكون قاعد مع اصحابك ممكن فكرة، فمباشرة بتتجه ل لمرسمك. صح. فبتبلش ترسمها. يعني حتى الفنانين بيقولوا قد ما الفنان مش بوصفوكم انه الفنانين، الفنان مجنون. مجنون مجنون من كثر ما بيكون في عندهم افكار وبكون في عندهم انطلاق. صدقا كاتي بتعرفي حتى هم مش فكره مجنون انها هي اهانه او اسهاب، طبعا لا، ولكن من بالافكار الخلابه، من تعمقهم وحبهم وتمسكهم بالفن اللي بيحبوه، فبتحسيهم عندهم افكار جنونيه عم تطلع عم بيفرغوها على لوحات. هنشوف هاي اللوحه كمان، نحكي هاي طبيعه. هاي طبيعه عادي. تحب ترسم طبيعه؟ حسيت قليل كان تواجد. لا الطبيعه كانت قليله شوي عندي، لانه بحس بالبورتريه بيكون في تعبير اكثر. بالضبط. كيف حتى بالرصاص او بالحبر في بيكون تعبير اكثر. هاي شفناك ما واحده بورتريه قبل شوي مرات، هاي اول يعني محاوله برسم بالحبر كان. اوكي. وبس مباشر عملتها كمان انه بس رائع. هاي اذا اول مره كيف حتى راسم جرش، شكرا راسم جرش، شكرا. وهي كمان خلص رجعنا احنا هيك صور. بدي اسال لما تردك ترسم بورتري مرات بدك تكون الشخص مقابلك او شخص او صوره بالضبط، ممكن ترسم ملامح شخص من الخيال؟ اذا اعطاني الملامح 100% اكيد. لا انت تخيل ممكن تلبق أو مثلا تخيل. اكيد اكيد هو مش اشي سهل بورتريه، عشان من اصعب الاشياء لانه في تفاصيل كثير دقيقه، فبكون شوي طلع الملامح كمان. يعني هاي الملامح اللي بدك تطلعيها بتكون في صعوبه بالاشياء الا المتقن فيها. ليت في فنان معين تاثرت فيه؟ يعني كل فنان تشكيلي، بجوز انا التقيت في فنانين تشكيليين كثير، فبقول لك انا عرابي فلان، عرابي فلان، انا مثلا بتبع للمدرسه الفلانيه لانه الفنان مثلا ليوناردو دافنشي اذا بدنا نحكي بيكاسو، هذول بجوز هم اذا بدنا نحكي اهم الفنانين التشكيليين على مستوى العالم. كان في تاثر بصراحه لحد الان ما في. يعني بدك تستغرب من الشيء انه انا تعلمت من وانا صغير لحالي، ما سمحت لحدا انه يعلمني، ومش شايف انه شيء يعني اخذ منه افكار ولا. حلو الواحد يكون بصمته. بدي اكون مميز لحالي، عرفتي، وجانب لحالي من دون ما اخذ اي انطباع عن شخص. حلو الواحد يكون يعني له حالته لحاله. بالضبط. ولكن التاثر احيانا ما بيكون أكيد. تاثر بانه التقليد الاعمى، التاثر بالاسلوب والنهج. مثلا اذا بدنا نحكي انا مثلا على المستوى المحلي في عندنا فنانين كثير تشكيليين، ما بعرف اذا انت بتعرفهم، عندنا مثلا كمال ابو حلاوه، عندنا اسيل عزي، فاحنا عم نشوف انهم مثلا لهم معارض دائما باستمرار ولهم شغل. حاولت انه مثلا انه تشوف سبب سر نجاح مثلا فلان بسبب انه تميزه بنوع معين بخط معين، انه بيكون عندنا له تسويق اكثر بالبلد. هو كمان حسب المعارض اللي بشارك فيها، حسب المعارض اللي يعني الدعوات اللي بتيجي من برا، عرفتي كيف؟ ما هاي كمان بتساعد الفنان. لك مشاركات؟ انا لي مشاركات كثير، مشاركات على معارض دوليه ومعارض محليه. جميل. قبل قليل تحدثنا انه في ناس بيعلموا الاطفال، انت من الاشخاص اللي بتعلم الاطفال؟ انا من الاشخاص اللي بعلم الاطفال والكبار. كيف بتشوف تعاملك؟ كيف بتشوف انه هذا الشخص والله عنده موهبه بالرسم او بالفن؟ اللي بيكون عنده موهبه يعني بعطيه انا اكثر من تمرين، بشوف يعني بميزه عن غيره من الطلاب الموجودين عندي، عرفتي كيف؟ نعم. فيعني بحاول اني اشد عليه كمان شوي مشان اطلع الموهبه اللي عندي، عرفتي كيف؟ يعني انت مثلا لعشر سنين ما شاء الله لسه عمره لساته صغير، وهالانجاز ما شاء الله، ومشارك بمعارض وعم نشوفك يعني لوحات متنوعه وعندك انطلاق وزخم بالافكار. يعني بعد 10 سنين اذا بدنا نحكي، وين حابب تشوف حالك؟
ان شاء الله شيء اكبر من هيك بمجال الفن طبعا. اه يعني فبيجيني دعوات من برا بحاول ان شاء الله لقدام اني اطلع فيها. ان شاء الله دعوات يعني من اوروبا وهيك. يا رب. بدنا نشكرك على تواجدك معنا اليوم، وكثير انبسطنا بتواجدك معنا.